ابعدي عن وشي دلوقتي يا فوزيه، عفاريت الدنيا كلها بتتنطط، ابعدي عن وشي بدل ما ارتكب جريمه. طب خليهم يتنططوا بعيد عن هنا. بقول لك اكسر الباب يا ست كريمه. اياك تعمل كده، اياك تكسر الباب، انا بقول لك اهو. عارفه لو ما كسرش الباب هجيب صفيحه جاز واحرقهولك واخليك تقعدي تلطمي عليه. بقول لك اكسر الباب، تكسر الباب. احرقي مين؟ اهو الباب اهو في داهيه. اوعى اوعى. تعالى ليه بنتي حبيبتي؟ الف سلام عليك يا بنتي. انت كويسه يا بتال؟ طمنيني انت كويسه. مش هسيبه، ورحمه ابويا ما هسيبه يا كريمه. طب قومي تعالي معايا. اجي معاكي فين؟ هو مش حابسني هنا؟ انا بقى قاعده مستنياه. بس قومي. انت عايزه مني ايه؟ عايزه مني ايه يا كريم؟ انت عايزه مني ايه؟ عايزاكي تهدي عشان نعرف نفكر احنا هنعمل ايه. عمل اسود ومهبب على دماغه هو وامه. ما عادش ينفع الضرب من تحت لتحت، ما عادش ينفع خلاص. مروان لازم يتأدب، لازم ياخد على دماغه. جبريه اللي كانت فاهماه، هي اللي عرفت ازاي تخليه يمشي ما يعرفش وشه من قفاه. اللي اتعمل فيها النهارده ما اتعملش في حد. انا هاخد لك حقك يا حبيبتي، هاخد لك حقك. ازاي؟ مش هتعرفي تاخدي منه ولا حق ولا باطل. ما عادش ينفع. انا عارفه انه ما عادش ينفع. هي مش جابريه قالت ان ابنها مات؟ خلاص يموت. لازم يموت. هي مش البلد كلها عارفه ان جابريه كانت عايزه تموته؟ خلاص يموت يا كريمه، رصاصه ونخلص. عادي، ولا حد سمع حاجه ولا حد شاف حاجه، وخلصنا بقى منه. عايزه تموتي جوز اختك؟ عايزه تيتمي ابنها اللي لسه بقى له يومين في الدنيا؟ وانا انت ايه؟ اللي حصل لي ده عادي كده؟ مر على قلبك زي الهوا؟ لا طبعا، بس يعني بس ايه؟ بس ايه يا كراميلا؟ هقول لك انا، انت خلاص بعتينا، ما عادش لينا قيمه ولا عزه عندك. زينب هي اللي طلعت ناصحه، هي اللي كانت الزلول الكبير وحلت بيه. ناصحه عرفت تلعبها. ايوه، زينب لعبتها صح وعرفت تاخد مروان تحت بطها، وانتي طلعتي هبله وعبيطه. وانا اللي كنت فاكره انتي اللي هتجيبي لنا كل اللي احنا عايزينه، ما عرفتش تاخدي حسن تحت بطك وتعملي عجينه في ايدك وتشكليه زي ما انتي عايزه. انتي اللي حماره. ما جيتيش قلتي لي ليه كده من الاول؟ ما جيتيش قلتي كده ليه؟ ما كنتش قلت لي ليه يا ريت؟ خلي بالك من جوزك، حافظي عليه. ها؟ طب ما انا عندي عيل ومن قبلها كمان، والعيل ده انا جبته عشانك انت يا كريم. عارفه ليه؟ عشان ياخد لك اللي انت مش عارفه دليته طول عمرك. فوقي فوقي يا بنت حمار، انا هعرف كملك واعمل كل اللي انت عايزاه. انا وانت هنعمل كل حاجه، واوعي تفتكري ان انا بحب زينب اكتر منك. انت بنتي وهي بنتي. تحبيها اكتر مني عشان زينب طلعت ناصحه؟ انصح مني زي ما انت ما بتقولي، رقصت على السلم وجابت اخره، انما انا وقفت في النص بس. ورب الكعبه يا كريم، لو ما كلنا من التورته كلنا يا قلبها على الكل. لا يا بنتي، لا لا يا حبيبتي، لا عشان خاطري انا مش عايزه اخسركم، انا مش عايزه اخسركم. دوس في اي حاجه، دوس في اي حاجه، انا مش عايزه حاجه. انا عايزه كنتوا، والله العظيم عايزه كنتوا، عايزه كنتوا. حقك عليا، حقك عليا، حقك عليا.
هتعمل ايه؟ صبرك بالله. اصبر ده ايه؟ مش قادر اصبر، ده انا ما بنامش الليل، عقلي هيشت من اللي جرالي واللي عملوه فيا. بقول لك ايه؟ انا عاوزك تزوري جبريه. وماله؟ ازور جبريه؟ انما ليه؟ جبريه دلوك ما هتصدق ان حد يقول لها انت كنت صح في اللي عملتيه. فاهمه؟ ايوه انا عارفه ان جبريه الدنيا قايمه قاعده على دماغها وما هتصدق ان حد يتكلم معاها. مش ده اللي يهمني. اللي يهمني انك انت تدخل الدار تعرفي كل كبيره وصغيره فيها. تاخدي جبريه على حجرك. ما عرفتيش؟ خدي لبنى، خدي ريم. ماشي، اخدها على حجري. لو حصل اللي في بالي هنركب وندلدل رجلينا. ماشي، حلو الكلام، انما برضه هتعمل ايه؟ قولي. لا قلت صبرك بالله، واحده واحده، الحاجات دي مش عايزه سرعه، ها عشان ما نخسرش في الاخر. هو انت بتخاف يا بدري ولا ايه؟ بدري يخاف؟ ده انا اجيب البلد دي كلها احطها واحد واحد تحت رجلي. رجلنا احنا الاثنين. الاثنين. في مشوار كده كنت ناسياه لازم اعمله. حاكم انا هبله. في واحده كده لازم اروح اتكلم معها كلمتين مهمين. انا مبسوطه جدا طبعا. ونوح عامل ايه؟ كويس الحمد لله. والله انا موضوع الحضانه ده جات لي نجده من عند ربنا. انا مش عارفه انا كنت هعمل ايه ولا هوديه فين. انا مستعجل جدا ولازم امشي. بصي الارقام اللي هديتهالك دي مهمه جدا، لازم تكلميهم. ماهر انا متشكره قوي بجد، انا مش عارفه اشكرك ازاي على وقفتك جنبي دي. على ايه يا بنتي؟ ما تقوليش كده، عيب عليكي. لو احتجتي اي حاجه تانية قولي لي. انا هبقى محتاجه منك انك تشوف لي بس كده كام محامي ومحاسب شاطر. انا الاثنين. يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ريتال، انت عرفتي مكان المكتب منين؟ سالت واللي يسال ما يتوهش يا زينب. مروان هو اللي قالك؟ لا بس خدام مروان هو اللي قال لي، اصل الفلوس دي عامله زي السحر، اللي شمها ما ينساش ريحتها ابدا. طيب بما انك هنا بقى وجيتي تعالي اوريكي المكان. انا مش عايزه اشوف حاجه يا زينب ولا عايزه اتفرج على حاجه، انا جايه بس اتفرج عليكي وانت بتلمي كل حاجه هتحطيها في جيبك. كلامي مش عاجبك يا زينب ولا مش مستوعبه اللي انا بقوله؟ ريتال لو جايه هنا تقولي كلام بايخ وملوش ايه اطلع بره ولا ايه زينب؟ انت ايه اللي عمل فيكي كده؟ جوزك الكبير اللي شايف نفسه فوق كله ومحدش قده. مروان هو فجر وكبير؟ لا طبعا مستحيل. هو ايه اللي مستحيل؟ مستحيل ان هو يعمل كده ولا مستحيل ان انت تصدقي؟ ولا انت مش عايزه تصدقي اصلا يا زينب؟ هو انت جايه هنا ليه؟ جايه عايزه ايه بالظبط؟ جاي عشان تخليني احس ان انا كنت غلط لما سبت البلد وجيت هنا؟ جاي عشان تخليني ارجع تاني اكل في نفسي واكل في اللي حواليا؟ لا يا ريتال، اللعبه دي ادمت قوي وانا مش هلعبها معاك وخلاص. برافو، حلو قوي الشويتين دول. بس انا هقول لك على حاجه يا زينب، انا مش هسيب حقي في ايدك ولا حتى في ايد اي حد. انا عارفه انت بتفكري في ايه، ما انت خلاص بقيت ام البيت اللي جاي يقش كل حاجه. مالكيش دعوه بابني. ولا انت كمان ليكي دعوه بابني. هو انا جيت جنب ابنك عماله تلمي في حقه وتجديف عيبك يا زينب؟ انا ما خدتش حق حد. انا لو كنت عايزه حاجه ما كنت سبت الجمل بما حمل وجيت قعدت هنا عشان اشتغل. انا هشتغل هنا وهعمل فلوس، ولا عايزه منك جنيه ولا 10. امال البيه كتب لك كل حاجه ليه؟ منه لنفسه كده؟ ولا صحي من النوم فجاه لقى نفسه عايز يكتب لزينب كل حاجه؟ هو في ايه بالظبط؟ مالكم؟ مفيش حاجه عاجباكم؟ خلاص؟ الفلوس غيرت قلوبكم؟ عايزين كل حاجه؟ عايزين تاخدوا الكتير والقليل، كل واحد عايز يركب ويدلدل رجليه ويذل انفاس التاني. انتوا مش الفلوس بس هي اللي محيراكوا، انتوا نفوسكوا هي اللي تعباكوا ومحيراكوا. ايه يا بنتي الكلام الكبير قوي ده؟ ريتال روحي ربي ابنك، ربي ابنك وارجعي لجوزك، ربي ابنك هو اللي هيبقى لك. علميه ازاي يشقى ويتعب عشان اللقمه، مش يجري ويخطفها من بق غيره. بقى انا جاي اقول لك هو عامل فيا ايه؟ تقلبي عليا الترابيزه يا زينب مش كده؟ ترابيزه ايه وكراسي ايه وكلام خايب ايه؟ ده مش كلام خايب،
مش كلام خيب يا مرات العمده. اللي انت بتقوليه ده بفكرك لا تكوني نسيتي. مش انت اتجوزتي العمده برضو عشان تذلي بيت عبد الحكيم؟ ناسيه ولا ايه؟ رحتي في الاخر اترميتي في حضن مروان. انا عارفه انت بتفكري في ايه كويس قوي، عارفه ايه اللي في دماغك، بتحسبيها بالورقه والقلم. بس انا هقول لك كلمه يا زينب، انا لو ما خدتش حقي وحق ابني قولي على ابنك يا رحمن يا رحيم. لا انت ولا اهلك ولا جوزك يقدر يقرب منه ولا يمس شعر من نوح. مروان ما تنساش انها اختي وبنت عمك، سيبها هي ترجع البلد، سيبها تروح لحالها. حالها يبقى معايا. يعني انت اللي عملت فيها كده؟ طب ليه؟ عشان قلت ادبها. ما عادش ينفع الطبطبه يا زينب. انا قلت خلاص هبعد واستريح، لكن الهانم مش عامله حساب لاي حد. عايزه تعرفي مين اللي عمل فيها كده؟ اسالي فوزيه. يلا هنرجع البلد. بيضحك عليك يا زينب، صدقيني. انا بضحك عليها ريتال. يلا عشان نكفي الموضوع ده، يلا بينا نرجع البلد. هناك في فطير وفي عسل وفي جبنه وفي مروان. حاجات كتيره قوي هتاكليها. تعالي اوعى. تعالي بقى. ايه اللي مخبيكي هنا؟ والنبي حلو البيت، حلو برضه. وده يا اختي بقى، هي كتبته لك باسمك ولا انت قاعده هنا وبتلقحها لحد ما تفرج؟ اهدي. ايه الدخله اللي انت داخلاها عليا دي؟ خير في ايه؟ مش هيبقى خير ابدا غير لو فتحتي نفخك معايا. بقول لك ايه يا مره، انت امشي اطلعي بره. مرت ايه بيت؟ مرت ايه؟ وجالك قلب تقولي لي اطلعي بره؟ انا مش طالعه بره من هنا غير لما اعرف اللي بينك وبين كريمه كله. فاهمة يا بيت؟ كله! مفيش حاجة بيني وبين أي حد! أنا مصدقت اللي لقيتها أربع حيطانات دارة فيهم! في إيه؟ هو أنت يا بنت مش كنت متجوزة صوفة؟ أيوه! الله يحرقه ويحرق سيرته! يحرقه دلوقتي؟ بعد ما طلقك؟ مع إن الوحدة المفروض تفرح يعني لما تتطلق من واد حرامي ابن كلب زي دي. بقولك إيه؟ أنا مش فايقة لك ولا عندي حاجة أقولها لك! لا ده أنت عندك وعندك كتير، تعالي بقى اقعدي اتبطي هنا عشان أتكلم معاكي. قولي لي بقى، كريمة وعدتك بإيه؟ اسمعي، كريمة دي هتلففك حوالين نفسك وتعريفة مش هتاخدي منها، لكن معانا هتكسبي كل حاجة. أنا مش عايزة أكسب حاجة ولا عندي حاجة أخسرها. لا عندك يا روح أمك، عندك عمرك. ويا بنت تستقلي بيا، ده أنا ممكن أجيب خبرك. خوفتيني. إيه الهم اللي أنا فيه ده يا ربي؟ كل شوية واحدة تيجي ترمي بلاها عليا ولا إيه؟ مين يا بنت اللي يرمي بلاها عليكي؟ قسما عظما لو ما اتعدلتي لأكون جايباكي من شعر. انت يا بيت. طب معنى انت عايزاني اقول لك ايه بالظبط؟ كل اللي تعرفيه ومحدش غيرك يعرف. حضرتك السبب في اللي حصل ده كله يا ماما. يا بنتي هو انا كنت دخلت جوه دماغه وعارفه هو بيخطط لايه وبيرسم لايه؟ كان لازم تاخدي بالك، اهو اخد كل حاجه وكل اللي انا عملته راح في الهوا وكله بسببك. بسبب ايه؟ هي كانت شغلتي ولا انا افهم في الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ ده الغلب اللي انا فيه ده يا رب. اصبر يا العلم. خير في ايه؟ معانا امر بالقبض على شهاده عبد الله عبد الجواد. ليه؟ هتعرفي لما تيجي معانا. تيجي معاك ده ايه؟ انت عارف دي تبقى ايه وبنت مين؟ ماليش دخل انا بالكلام ده، لو سمحت اتفضلي معانا. هتعملي في ايه يا مروان؟ اوعى اوعى اوعى. ابوها كله تمام؟ انت هتدفني بالحياه يا مروان ولا ايه؟ انتوا عيلة وسخة، مفيش حد فيكم متربي من صغاركم لكبيركم، حتى الحريم
عاوزه تتربى، كلها عاوزه تتربى. ماشي يا مروان هتربى، والله هتربى يا مروان. ما عادش ينفع، انتوا خلاص عياركم فلت، ومهما حصل مش هترجعوا اللي انتوا فيه. انتوا عايزين القلب الاسود اللي ما فيهوش رحمه. يلا اسنوها. الناس كلها بتدفن بالعرض، انا هدفنك بالطول. انت عايزه تحرميني من ولدي، انا هحرمك من الدنيا كلها. اردم اردم يا روان، اردم انت ربنا. انتوا عايزين تتربوا روان، مش قادره. مفيش في قلب اسود. اردم انا اعذبك عذاب الكفار. لو طلعت من هنا مش هتعرفي وشك من جفاك. ايه اصرخي ميت قدام، ما حدش هيسمع حسك. مروان مروان حرام عليك، لا اكل ولا شرب. حرام عليك يا مروان. رايح فين يا مروان؟ مروان منك لله يا ابني جبريه، والله لا انتهي منك. رايحين فين؟ رايحين فين؟ رايحين فين؟ تريح قلبي يا سعادة البي، ربنا يريح قلبك. في بلاغ متقدم ضدها. من مين وليه؟ من مروان عبد الحكيم عبد الجواد. بيقول إن شاهد قتلت واحدة اسمها فريدة، ودي كانت مراته وكانت حامل منه. ويعني هو أي حد يقدم بلاغ ويقول ده قتل تجروا على التاني وتجيبوه من غير ما تحققوا معاه ولا تعرفوا الحقيقة؟ الحقيقة إن الورق اللي قدمه بيثبت إن شاهد استولت على فلوس وبيت فريدة بالتآمر مع موظف في مديرية الزراعة. مش معقول الكلام ده، أنا مش مصدقه. مروان مين بره يا فندم وعايز يقابل حضرتك؟ خليه يخش. السلام عليكم. عليكم السلام. تحت أمرك يا سعادة الباشا. صحيح الكلام ده يا مروان؟ مالكيش كلام معاي. يعني إيه ماليش كلام معاك؟ بص لي هنا، أنا بكلمك. أنت بقدم بلاغ تتشهد تتهمها إنها قتلت فريدة؟ عايش حق ولدي اللي مات وهو بيصب بطن امه. انا فهمت، انت وامك عاملين لعبه، عمالين تلفوا وتدوروا وبتعملوا لنا حفره كبيره عشان اقع فيها انا وبناتي. امك هي اللي قتلت وانت عارف كده كويس، وكل الناس شهدت بكده، حتى فتاك وزوجتك شهد بكده. صحيح وانت ما تقدرش تسجن جزوختك، ما هو جزوختك وجبريه ما حدش يقدر يجي جنبي منها، حتى لو رميت عليك ميه نور. انما تعمل ايه بقى؟ مين يشيل الليله؟ بنتي شهد. عارف ليه؟ عشان كسرتك وجابت مناخيرك الأرض، عشان كانت خلاص قربت تاخد حقها. مش كده يا ابن عبد الحكيم؟ سعادة الباشا أنا قلت كل اللي عندي، والورق اللي قدام حضرتك بيثبت إن شاهد هي اللي قتلت ولدي ومراتي. بنتك زورت ورق عشان تاخد فلوس فريدة، نصبت علينا كلنا عشان تاخد أرض فريدة. مستحيل ده كان يحصل إلا إذا كانت عارفة كويس إنها هتموت، ومحدش بيعرف ميتة وفين الأجل هيجي إلا إذا كانت عاملة حسابها إنها هي اللي هتاخد روحها. كده ولا إيه؟ بقولك أقسم بالله وحياة ربنا والمصحف الشريف، شهد ما قتلت فريدة، شهد بتخاف تشوف نقطة الدم. بنتي ما قتلتش حد، شهد ما خرجتش يوم الدفن من البيت الكبير. أمك يا مروان بيه هي اللي خرجت، والكل شافها، كلنا شفناها وهي خارجة بما فيه فتي جزودك. بنتي ما قتلتش حد، أنا بحلف بربنا ما قتلتش حد.
صح. شهد ما قتلتش يا مروان، والله ما قتلت. ساعة الباشا أنا قلت كل اللي عندي، شهد هي اللي قتلت ولدي ومراتي. أوصيك يا سعادة الباشا عشان خاطر ربنا، عايز أشوف بنتي، قلبي هيقف أشوفها بس. هات شهد من بره. شهد بنتي حبيبتي، بنتي حبيبتي، ما تخافيش حبيبتي، ربنا معاك إن شاء الله. أي خدمة تانية يا سعادة الباشا؟ لا شكرا. هو ده اللي قدرت عليه يا ابن عمي؟ أنت عارف أنا ممكن أعمل فيكي إيه؟ هقتلك وأنت واقفة، مش هيهمني حبل المشنقة. حبل المشنقة ده أنا اللي هعلقك عليه، تاجر المخدرات والسلاح. سب وقاص. أنت عارفة إن أنت محامية، وأنت عارفة إن الاتهام من غير دليل جريمة يعاقب عليها الجنون. كويس إن أنت عارف، أنت كمان بتتهمني من غير دليل، وكمان بتهددني بالقتل. شاهد اللي جاي أحلى. بعد إذنك يا باشا. شفت يا ماما ابن عبد الحكيم عايز يعمل فيا إيه؟ عايز يرميني في السجن زي الحرامية والمجرمين، عايز يعلقني على حبل المشنقة ويموتني. يا ماما شفتي؟ ماما! لحد دلوقتي ما خدتش منك عقاد نافع، ما تنطقي بقى يا بت. اسألي فتحي. فتحي مين؟ فتحي جورج سامس أخت مروان بيه. طب هو فتحي ده يعرف إيه أنت ما تعرفيهوش؟ مش عارف، بس أنا خدت بالي كده إنه في حاجة بينه وبين كريمة. عارفة يا بت، لو سلمتيني كريمة دي تسليم مفتاح هنغنغك، هتحلفي في حياتك تقولي ما شفت زي نعيمة ولا كرم نعيمة. عايزاك. عايزاني أنا؟ عايزك انت. حلو يا جميل يا قمر انت. هي ست الشمس ست الستات مش موجوده هنا ولا ايه؟ عايزاها الصبح. خلصي ياه. لا كلمني بطريقه احسن من كده شويه، ده انا حتى جايه لك من طرف الحبايب، واحده تحبها وتهزها زي عينيك، من طرف سينا. قهوه. ياني اموت في القهوه، تخش نخشيش الحته الحلوه. بتعرف تعمل قهوه؟ سينا مين؟ سينا البنت الغجريه اللي كانت متجوزه صوفا، وكل الناس فاكرينها هجت وتفشت من البلد. ما تطفش ولا تموت ولا تروح في 60 داهيه، انا مالي. تموت ده ايه بعد الشر عليها؟ ده حتى البنت تخنت وربربت بقت قد البطه. حكيميه قاعده في البيت اكله مرعه وقله صنعه. بقول لك اطلعي بره بره. اخس. ماشي، انا هغفر لك الاهانه دي عشان انت مش عارف ومش فاهم ولا ما عرفش يقول عدس. هو انت عماله تلفي وتدوري كده ليه؟ انت عايزه ايه بالظبط يا ست انت؟ عاوزك تقول لي ايه اللي بين كريمه وسينا، عايزك تحكي لي الحكايه كلها من اولها لاخرها. انا مالي اقول لك ولا ما اقولكيش ولا تعرفي ولا ما تعرفيش، انا خلاص انا قطعت علاقتي بالعيله دي تماما، وقلت لشمس يا بنت الناس الناس دي مش موجوده في حياتنا، لا عايزين نعرف عنهم حاجه ولا يعرفوا عننا اي حاجه. طب وفلوس شمس ما تهمكش يا كمان؟ وانت ايه اللي دخلي في فلوس شمس ان شاء الله؟ شفت لما هديت كده وسمعت هتفهم. مصلحتك معايا، مصلحتك معايا مش مع كريمة. اسمع كلامي. انا مصلحتي مع نفسي مش مع اي حد تاني. ولا هبلتني من ساعة ما دخلت، اجيلك يمين تجيني شمال، اجيلك شمال تجيلي يمين، هو في ايه؟ ما تعقل كده يا واد يا فتحي، اسمع الكلام كده ووزنه. انت طول عمرك ماشي ورا كريمة، خدت منها ايه؟ ولا حاجة. طلعت منها بأي مصلحة؟ ابدا. طب جرب كده تمشي ورايا وتسمع كلامي وتشوف مصلحتك. لا مصلحة ولا غيره. وبعدين مين قالك ان انا ماشي ورا كريمة؟ العصفور. عصافير الكدابة. لا عصافيري صادقة، وانت عارف كده كويس. كريمة عملت ايه يا فتحي؟ نفسي اعرف انت خايف من ايه وبتفكر في ايه. يا واد ما تخافش منها. بقول لك ايه، انا مش فاق للشويتين بتوعك دول، سيبيني في حالي الله يرضى عنك. ده انا من ساعه ما دخلت لك وانت مش فايق لي. هو انت ايه، ما خدتش الاستباحه النهارده؟ ماشي يا سيدي، انا هسيبك لغايه بكره،
تقعد بالليل كده تفكر وتروق دماغك وتشوف هتعمل ايه. استبينا؟ الله الله الله، حلوه الجبنه دي قوي. الف هنا. ايوه هاتي بضايه. ايوه انت شاطره. زمتك انا ولا جبريه؟ مش جاب لي جاب. زماني كنت قاعد افطر معاها، دلوقتي مش وجرجير والحاجات دي. انا ما عارفاش انت ازاي بيجي لك نفس تقعد معاها ولا تنام جارها. مصلحه يا حبيبتي، مصلحه. طب خد بالك، جبريه دي عامله زي الوطواط، يلزق وما يطلعش الا بالدم. وحياتك انتي، انا اللي همص دمها ودم اهلها كمان. مسموم يموتك. يا ساتر يا رب. وانا ممكن افطر؟ هي قد كده يعني كانت معذباكي؟ نفسي ازلها، نفسي اجيبها لحد عندي تترجى فيا ان ارحمها، نفسي اطلع عليها كل اللي عملته فيا. ممكن اكمل فطازه؟ افطر. تعرف لو ده حصل وتبقى عندي ايه؟ تبقى قلبي، تبقى عيني من جوه. عينك من جوه؟ شكلها كانت معذباك ومطلعها عينك. معذباني. المهم دلوقتي احنا هنعملوا ايه؟ في ايه؟ بفكر ان احنا نسافر، نشم هوا، نقضي كام يوم كده، شهر عسل يعني. هنروحوا فين؟ أنا حاسس كده أو نفسي يعني، مش عارف أنت رأيك إيه. نروح اسكندرية، إيه رأيك؟ صح، وأشوف البحر. أمال يعني هتشوف الترعة؟ هو أنت هتقول لريم إننا اتجوزنا؟ لسه بفكر يعني. أنا عايزة أقول لها، أصل ريم دي حبيبتي، وأنا ما أحبش أخبي عنها حاجة أبداً. وبعدين لو عرفت انك عملت كده من وراها هتتضايق منك ومني. طب مفيش ميه ولا حاجه؟ زور. انا هقول لها. ايه؟ خايف منها ولا ايه؟ لا خايف ايه بس. اللي شوفيه معاها. انا هفتح معاها الموضوع وانا متاكده انها هتتبسط قوي. تتبسط قوي. ازيك؟ يعني لازم انا اللي اتصل بيك؟ اه لازم. ما تزعلش قوي كده. وبعدين يا اخي ده انا ضيفك يعني، المفروض تسال عليا، تطمن عليا، تشوفني محتاج حاجه. تسهرني سهره من سهراتك يا ابو علي، ده انا سامع عنك صولات وجولات. بصراحه عندك حق، فاتت عليا دي. انا ولا يهمك. قول لي بقى، كلمتني كنت عايز ايه؟ واحنا مش كان في بينا كلام؟ كان في بينا اه، بس انت شكلك نسيته. لا نسيت ايه؟ أنا بس شغلت حبتين. انشغلت ولا غيرت رأيك؟ أنا كلمتي واحدة. تعجبني. يا ابني قهوة بن غامق بتاعتي وشيشة كده وظبط لي المسائل. هات اللي عندك. عندي سكة. ليه؟ دي البضاعة اللي في المخازن. فيها حسن أنت جاي تقول لي الغاز. مخازن فين ومخازن مين؟ مهدي. وانت كمان عرفت مكان مخازن مهدي الله يرحمه؟ حرم عارف مكانها وقال لي عليها. حلو قوي. يعني محرم خدك من ايدك وقال لك دي مخازن مهدي. طب ولما محرم هو اللي وراك ما جاش معاك ليه؟ مش ده برضه حماك؟ هو اللي مرسيك على الليله كلها؟ انا مش عايز حد يبقى معايا. انت عايز تبقى انت الكينج، ها؟ عايز تغربل كل اللي حواليك وتقعد على التل لوحدك، صح؟ كلامك فيه ريحه مش حلوه. لو الكلام كان ليه ريحه حسن كانت كل الناس اللي حواليك دي ماتت مسمومه. انت في ايه في دماغك؟ انا مش فاهمك وطريقتك جلجاني. لا انا مش عايزك تقلق خالص. الموضوع ما فيه بس ان انت محتاج لك سفريه. تقصد ايه؟ هقول لك اقصد ايه. بص يا حسن، البن بتاعي اه. شكرا. ماشي. اللي عايز يكبر يا حسن لازم يبص لفوق، لازم يشوف الخيوط جايه منين، مين بيلعب بيها.
مين بيعلي ومين بيوطي، مين بيؤمر ومين بينهي، ويدور عليه ويحط ايده في ايده. وانا معاك. تقولش كده بس، انت مع محرم. ما تزعلش، بس هي دي الحقيقه. محرم معاه مصارينك كلها، وبعدين امك لا مؤاخذه يعني تبقى ست حرمه، وانت كمان متجوز بنته. طب وايه اللي يمنع؟ مفيش اي حاجه تمنع. عايزك بس ترسيني بتفكر في ايه وايه اللي بيدور في دماغك. انا دماغي ما فيهاش غير مصلحه. انا عايز الدنيا دي تبقى في يدي، والناس تحت رجلي زي النمل، وانا ما اخدش بالي منهم. ولما رجلي تدب ما اعرفش مين بيموت.